تتابعي فضائية العراق التربوي في درس جديد من دروس مادة الاجتماعيات للصف الرابع الابتدائي، الدرس الأول من الفصل الأول لمادة الاجتماعيات. يساعدني في تقديم هذا الدرس المشرف العلمي الدكتورة ابتسام سعود. أهلا وسهلا بك دكتورة ابتسام. أهلا بكم. اهلا بكم اعزائي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، وجمل الله بالخير اوقاتكم. هذا البث عندنا الاول المباشر لاجتماعيات الصف الرابع. طبعا انتم تعرفون انه كتاب الاجتماعيات لهذه السنه يتالف من 6 فصول، الفصل الاول راح يتحدث لي عن البيئه المحليه، والفصل الثاني عن البيئه الجغرافيه، والثالث عن مفاهيم تاريخيه، والرابع عن العراق بلد الحضاره، والخامس المدرسة، وأخيرا الفصل السادس عن الوطن وماهية الوطن وتعريف الوطن. اليوم راح تتحدثنا شيماء عن الفصل الأول من جغرافية أو من اجتماعيات الصف الرابع، وراح يكون عن علم الجغرافيا. إذا احنا حناخذ بعض المفاهيم حتكون تاريخية وجغرافية في مادتنا لهذا العام. اليوم راح تتحدثنا عن علم الجغرافيا والبيئة الطبيعية والبيئة البشرية، ثم نأخذ بعد ذلك نتطرق إلى الخريطة وتعريف الخريطة وماهية الخريطة. تفضلي ست شيماء. شكرا دكتورة. الآن سوف نتحدث أو نتعرف على الفصل الأول، وهو الذي يتحدث عن البيئة المحلية. لاحظ عزيزي التلميذ، الفصل الأول يتحدث عن البيئة المحلية. قبل أن نتطرق إلى موضوع البيئة المحلية، يجب أن نتعرف على علم الجغرافيا. أيضا علم الجغرافيا، ما أستطيع أن أتعرف على مفهوم علم الجغرافيا قبل أن أتعرف عن الظواهر الطبيعية والبشرية التي تختص بعلم الجغرافيا. لاحظ عزيزي التلميذ هذه الصورة، لاحظ هذه الصورة، هذه الصورة فيها جبل، فيها جبل، يظهر فيها جبل، إذن هو ظاهرة طبيعية، ظاهرة طبيعية. الصورة الأخرى هي لمدينة فيها جسور والمباني، إذن تتكلم هي عن ماذا؟ عن ظاهرة بشرية. أحسنتم، عن ظاهرة بشرية. الآن عزيزي التلميذ لاحظ الصورة، هذه الصورة الأولى هي ظاهرة طبيعية، والصورة الثانية هي ظاهرة بشرية. سنتعرف الآن على الظواهر البشرية والظواهر الطبيعية، ومن ثم نتعرف على تعريف علم الجغرافيا. الآن عزيزي التلميذ لاحظ ست شيماء، ممكن نقول أنه الظاهرة الطبيعية ما معناها أنه ظاهرة لم يتدخل الإنسان في تكوينها. يعني مثلا إحنا تدخلنا في تكوين الجبال؟ أكيد لا. إحنا تدخلنا في تكوين السهول؟ أكيد لا. هناك عدة عوامل دخلت طبيعية، دخلت في تكوين هذه الظواهر الجغرافية، فهذه نسميها ظاهرة طبيعية. نهائي الإنسان ما له أي علاقة بإنشاء مثل هذه الظاهرة. أما الظاهرة البشرية فلا، حتكون هنا أنه الإنسان تدخل في تكوين هذه الظاهرة. يعني المدينة، هل المدينة وجدت مباشرة يعني بدون تدخل الإنسان؟ لا، أكيد الإنسان هو اللي قام ببناء البيوت، قام ببناء بتعبيد الشوارع، ببناء الجسور. فهذا الفرق ما بين بيئة طبيعية وبيئة بشرية. البيئة الطبيعية اللي هي البيئة اللي عندي الظواهر اللي تكون بدون تدخل الإنسان. الآن بعد أن تعرفنا على الظواهر الطبيعية والظواهر البشرية، هنا عندنا ملخص أمثلة نعطيهم ملخص تعريف الظواهر الطبيعية والظواهر البشرية كما ذكرت الدكتورة ابتسام، وهي الظواهر التي لا دخل للإنسان في تكوينها، لا دخل للإنسان في تكوينها أو حدوثها. نعم، وهي الظواهر التي لا دخل للإنسان في تكوينها أو حدوثها، مثل الجبال والسهول والوديان والمناخ والمحيطات والأنهار والبحار والنبات الطبيعي. أما الظواهر البشرية عزيزي التلميذ، وهي تلك الظواهر التي يتدخل الإنسان في تكوينها، مثل المدرسة، البيت، المباني والطرق والجسور والأنفاق والمصانع. من خلال تعريف الظواهر الطبيعية والظواهر البشرية سنتعرف على تعريف علم الجغرافيا، أو سنكون تعريف علم الجغرافيا. عزيزي التلميذ، هنا بعض الأمثلة، هنا بعض الأمثلة
عندنا مثلا الجبل يمثل ظاهرة طبيعية وأي ظاهرة طبيعية أخرى مثل التلال كما ذكرنا في التعريف، التلال والسهول والهضاب. التلال والسهول والهضاب والبحار والمحيطات والأنهار والنبات الطبيعي، فضلا عن أحوال الجو اللي نقصد بها المناخ عزيزي التلميذ من أمطار ورياح وبرق ورعد، وأيضا الظواهر البشرية مثل المباني والجسور والطرق والأنفاق التي قام الإنسان بتكوينها أو حدوثها، لذلك سميت بظواهر بشرية. الآن سوف نتطرق إلى تعريف علم الجغرافيا من خلال معرفتنا للظواهر الطبيعية والظواهر البشرية. فعلم الجغرافيا، لاحظ عزيزي التلميذ هذا هنا تعريف علم الجغرافيا، علم الجغرافيا هو الذي يدرس المكان بما يحتويه من ظواهر طبيعية وبشرية اللي تعرفنا عليها الآن، فضلاً على دراسة التأثير المتبادل بينهما. ماذا نقصد بالتأثير المتبادل بينهما؟ أي أن الظواهر البشرية تؤثر على الظواهر الطبيعية، وبالتالي أيضاً الظواهر الطبيعية تؤثر على الظواهر البشرية، أي أن الإنسان الإنسان ممكن أن يؤثر بما يحيطه من هواء وماء وأرض، يؤثر على الظواهر الطبيعية اللي هي الأرض التي يسكن فيها، وكذلك الظواهر الطبيعية تؤثر على نشاطات الإنسان، نشاط الإنسان أو نشاط الإنسان مثل التجارة، الصناعة، الزراعة، النشاطات الاقتصادية، كلها اللي نسميها نشاطات اقتصادية أو نشاط بشري تؤثر عليه الظواهر الطبيعية. وأيضا الإنسان يؤثر على الظواهر الإنسان اللي هو ظاهرة بشرية يؤثر أيضا على الظواهر الطبيعية، فيسمى التأثير المتبادل بينهما. هنا لخصنا تعريف علم الجغرافيا، لاحظ عزيزي التلميذ هذا الملخص الصبوري، هنا لخصنا. نعم، إذن علم الجغرافيا، علم الجغرافيا إذن هو العلم الذي يدرس، هو العلم، نعم هو العلم الذي يدرس المكان، هو العلم الذي يدرس المكان بما يحتويه من ظواهر طبيعية، هو العلم الذي يدرس المكان بما يحتويه من ظواهر طبيعية وبشرية، فضلا على دراسة التأثير المتبادل بينهما. هذا هو تعريف علم الجغرافيا، هذا هو تعريف علم الجغرافيا الذي استخصناه من الظواهر الطبيعية والبشرية والتأثير المتبادل فيما بينهما. الآن عزيزي التلميذ ننتقل إلى هذه الصور التي تمثل بعض الظواهر البشرية والطبيعية، هذه الصور كلها ظواهر طبيعية، كلها ظواهر طبيعية مثل الجبل، البرق اللي هو ظاهرة مناخية، الشلال، وكذلك النبات الطبيعي الموجود في الصحاري، هذه كلها ظواهر طبيعية لم يتدخل الإنسان في تكوينها أو حدوثها. الآن هنا ظواهر بشرية، لاحظ الصور عزيزي التلميذ، هنا ظواهر بشرية، مصنع والمدينة اللي فيها الجسور والمباني والطرق، وأيضا أرض مزروعة، الأرض المزروعة أي المزرعة تعتبر ظاهرة بشرية، للإنسان هو يقوم بحرافة الأرض وزراعة النباتات، يعني مو تكون نباتات طبيعية، بينما نباتات قام الإنسان بحرثها وزراعتها وتبذيرها، إذن هي تعتبر ظاهرة بشرية. الآن انظر عزيزي التلميذ إلى هذه الأشكال، وضع حرف طاء على الظواهر الطبيعية وحرف باء على الظواهر البشرية. إذن العصفور والوردة هي ظواهر طبيعية من خلق الله سبحانه وتعالى، إذن نضع حرف طاء. الآن السيارة من قام بصنعها؟ الإنسان، إذن هي ظاهرة بشرية، فنضع حرف باء. عزيزي التلميذ لاحظ الآن هنا يوجد مباني عالية ونهر، المباني العالية نعم الإنسان قام ببنائها، إذن هي ظاهرة بشرية. النهر ظاهرة طبيعية، أحسنتم. المطر اللي هو أحد عناصر المناخ، نعم هو ظاهرة طبيعية، إذن نحط حرف باء. البيت قام الإنسان ببنائه، إذن هو ظاهرة بشرية. المصنع ظاهرة بشرية، أحسنتم. الشجرة ظاهرة طبيعية،
المطر طبيعية. هذه هو النشاط الموجود. المطر طبيعية، البيت لا بشرية. بشرية. نعم. والمصنع بشرية والشجرة ظاهرة طبيعية. طبيعي. الآن عزيزي التلميذ نتطرق إلى موضوع يتعلق أيضا في علم الجغرافيا وهو البيئة، وهو البيئة. قبل أن نتعرف إلى البيئة المحلية اللي هو موضوعنا الرئيسي، نتعرف على مصطلح البيئة. ماذا نقصد بالبيئة؟ لاحظ عزيزي التلميذ، تعرف البيئة بأنها المكان الذي يعيش فيه الإنسان وتشمل الهواء والماء والأرض، هذا ما يحيط به، وكل شيء يحيط به نتأثر به ويؤثر بنا. أي شيء موجود في البيئة سواء هواء، ماء، أرض، كل شيء يحيط بنا نتأثر به ويؤثر بنا، يتأثر به ويؤثر بنا. الآن سوف نلخص تعريف البيئة. لاحظ عزيزي التلميذ هذا الملخص. تعريف البيئة هي المكان الذي يعيش فيه الإنسان وتشمل الهواء والماء والأرض وكل شيء يحيط بنا نتأثر به ويؤثر بنا، نتأثر به ويؤثر بنا. البيئة أيضا تؤثر في الإنسان والإنسان يتأثر أيضا بالبيئة وبكل ما يحيط بها من هواء وماء وأرض. هذا هو تعريف البيئة. من خلال تعريف البيئة سنعرف تعريف البيئة المحلية اللي هو موضوعنا الرئيسي، البيئة المحلية. ماذا نقصد بالبيئة المحلية عزيزي التلميذ؟ البيئة المحلية هي المنطقة التي تعيش فيها، هي المنطقة أو التي تعيش بها، يعني محلتك أو المنطقة التي تعيش فيها أنت وأسرتك وجيرانك، ويوجد فيها بيتك ومدرستك والحدائق العامة وكل الأشياء التي تحيط بك. لاحظ عزيزي التلميذ هنا التعريف ينحصر فقط على البيئة المحلية، عندما أقول منطقتك إذن التعريف ينحصر في البيئة المحلية، بيتك، أسرتك، جيرانك، الحدائق العامة الموجودة في منطقتك المحلية، مدرستك. إذن ينحصر في بيئتك. إذا ظواهر طبيعية وظواهر يعني بشرية تكون موجودة. نعم، تشمل على الظواهر الطبيعية والظواهر البشرية في هذه البيئة الصغيرة. إذن هكذا تعرف البيئة المحلية، هذا هو بالأحمر تعريف البيئة المحلية، يقصد بها المنطقة التي تعيش فيها أنت وأسرتك وجيرانك، ويوجد فيها بيتك ومدرستك والحدائق العامة وكل الأشياء التي تحيط بك. هذا التعريف أيضا موجود في الملخص الصبوري عزيزي التلميذ. ماذا يضم، قبل أن نتطرق إلى ماذا يضم بيئتنا المحلية، الآن عندنا تنوع البيئات في بلدنا الحبيب. هنالك ثلاث بيئات موجودة في بلدنا الحبيب اللي هي درجناها على ثلاثة نقاط. نعم. لاحظ الآن هذا الملخص بعد البيت. تعريف البيئة هنا. نعم. ما هي أنواع البيئات في بلدنا الحبيب؟ هنا أولا البيئة المدينة وبيئة القرية وبيئة البادية. المدينة، القرية والبادية. إذن يحتوي بلدنا الحبيب على ثلاثة بيئات، منها بيئة المدينة وبيئة القرية وبيئة البادية، وكل من منها له صفات وظواهر طبيعية تختلف عن الأخرى وكذلك ظواهر بشرية تتأثر ويؤثر بها البيئة. من بعض البيئات المحلية نأخذ بيئة محلية تحتوي على بعض الظواهر البشرية. بعض الظواهر البشرية، نحن ندرس فقط الظواهر البشرية وليست الطبيعية. من هذه الظواهر البشرية هنا حيكون سؤال، ماذا تضم بيئتك المحلية؟ ماذا من ظواهر بشرية بيئتك المحلية من الظواهر البشرية. البشرية، هكذا يكون السؤال، ماذا تضم بيئتك المحلية من الظواهر البشرية اللي هي أولا البيت، المدرسة، الحدائق. إذن ماذا تضم بيئتك المحلية من الظواهر البشرية؟ البيت، المدرسة، الحدائق. الآن سوف نعطي ملخص صبوري عن هذه المعلومات. لاحظ عزيزي التلميذ الملخص الصبوري. نعم، البيت حنقصد به البيت هو ظاهرة بشرية. البيت هو ظاهرة طبيعية. البيت هو ظاهرة بشرية. بشرية، عفوا. نعم. بشرية صغيرة ضمن بيئتك المحلية، أي ضمن منطقتك، أي ضمن منطقتك. البيت هو ظاهرة طبيعية بشرية صغيرة ضمن بيئتك المحلية، منطقتك تعيش فيه ويحميك من الظواهر الطبيعية كالبرد والحرارة والأمطار وأيضا الأعاصير والعواصف. إذن البيت هو ظاهرة بشرية يقوم الإنسان
ببنائه. إذن الإنسان هو ساعد في تكوينه أو حدوثه، وهو ظاهرة بشرية صغيرة ضمن بيئتك المحلية منطقتك تعيش فيه. يعني هنا التأثير بين البيئة الطبيعية والبيئة البشرية ست شيماء، ده يقول أنه البيت هو ظاهرة بشرية، الإنسان دخل في تكوينها، الإنسان هو اللي بنى البيت، لكن البيت أنا ليش بنيته؟ أكو عدة أسباب لبناء البيت. أنا إذا ظل الإنسان بدون بيت بدون مأوى حيكون عرضة للظواهر الطبيعية مثل المطر، الحرارة، الأعاصير، فهذا البيت اللي بناء الإنسان هو اللي حيحميه من جميع هذه الظواهر الطبيعية اللي ما دخل الإنسان بتكوينها، اللي هي الأمطار والعواصف والثلوج ودرجات الحرارة المرتفعة. نعم دكتورة. الآن سؤال، بماذا تختلف البيوت في بيئاتنا المختلفة؟ نعرف إحنا كل بيئة لها بيت له مواصفات خاصة، مثلا البيوت في القرية تختلف عن البيوت في المدينة، وكذلك البيوت في البادية. الآن بيتنا في البيئة المحلية، بماذا تختلف هذه البيوت؟ تختلف البيوت، هذا سؤال، بماذا تختلف البيوت؟ بماذا تختلف البيوت في بيئاتنا المختلفة؟ الجواب تختلف من حيث أولا مساحتها، مساحتها وأشكالها وتصاميمها والمواد المستخدمة في بنائها من الإسبنت أو الطابوق أو الحديد المسلح، وبعض البيوت تقول من القصب مثل في الأهوار. إذن تختلف، لكننا نتكلم إحنا عن بيئتنا المحلية. إذن البيوت تختلف في مساحتها وفي أشكالها وتصاميمها والمواد المستخدمة في بنائها. هكذا يكون السؤال، بينما التعريف ويقتصر فقط ظاهرة بشرية صغيرة ضمن بيئتك المحلية منطقتك تعيش فيه ويحميك من الظواهر الطبيعية كالحرارة والأمطار والعواصف. الآن ننتقل إلى العنصر الآخر الموجود في بيئتي المحلية من الظواهر الطبيعية، وهو المدرسة. المدرسة عزيزي التلميذ، تعريف المدرسة هي ظاهرة، أحسنتم، هي ظاهرة بشرية، هي ظاهرة بشرية ضمن بيئتك المحلية منطقتك، نقصد ببيئة المحلية ماذا؟ منطقتك، أحسنت، وهي المكان الذي تتعلم فيه وتقع على مسافة قريبة من بيتك ضمن المحلة السكنية. كثير من المحلات السكنية، كل محلة سكنية فيها توجد مدرسة وفيها حدائق عامة وفيها بيوت، فتسمى هذه المنطقة المحلة أو المحلة تسمى البيئة المحلية. إذن نعرف المدرسة اللي هي أحد ظواهر البشرية في البيئة المحلية بأنها ظاهرة بشرية ضمن بيئتك المحلية منطقتك تقع على مسافة قريبة من بيتك ضمن المحلة السكنية. ننتقل الآن إلى الظاهرة الثالثة وهي الحدائق، الظاهرة البشرية الثالثة وهي الحدائق. الحدائق هي ظاهرة تمثل العلاقة المكانية، لاحظ عزيزي التلميذ العلاقة المكانية، يعني حتشمل ظاهرتين الطبيعية والبشرية، هي ظاهرة تمثل العلاقة المكانية التي تجمع بين الظواهر الطبيعية المتمثلة بماذا في الحديقة؟ الأزهار والأشجار والحشائش والمياه، هذه كلها ظواهر طبيعية، وأخرى ظواهر بشرية، وأخرى ظواهر بشرية مثل ماذا؟ الألعاب والأبنية والمصاطب وغيرها. إذن هي تمثل العلاقة المكانية بين الظواهر الطبيعية والظواهر البشرية. ما هي الحدائق العامة ضمن بيئتنا أو منطقتنا المحلية؟ وهذه تقع طبعاً كما قلنا ضمن بيئتك المحلية ومنطقتك. هنا سؤال عزيزي التلميذ، لماذا وجدت الحدائق في منطقتك؟ لماذا وجدت في كل بيئة محلية هناك حديقة عامة؟ الإجابة ستكون وذلك من أجل الترفيه والترويح، من أجل الترفيه والترويح عنك وعن عائلتك وأصدقائك في المحلة نفسه. إحنا عرفنا البيئة المحلية مع أسرتك وجيرانك وأصدقائك، إذن هي تكون من أجل الترفيه والترويح عنك وعن عائلتك وأصدقائك في المحلة نفسها. هنا نصيحة، من أجل بيئة أجمل ازرع ولا تقطع، من أجل بيئة أجمل ازرع ولا تقطع. الآن عزيزي التلميذ، بعد أن تعرفنا على البيئة المحلية الواحدة اللي تتكون من ظواهر بشرية وظواهر طبيعية، الظواهر البشرية اللي هي المدرسة والبيت والحدائق اللي هي تكون العلاقة المكانية بين الظواهر البشرية والظواهر المحلية، بعد أن تعرفنا على البيئة المحلية، لو كانت هناك عدة بيئات محلية
ماذا ستكون لدينا؟ عدة بيئات محلية، ستكون هنالك مدينة، ستكون هنالك مدينة. إذا السؤال هنا عدة بيئات محلية ماذا نطلق عليها؟ مدينة. أحسنتم، إذا المدينة تكون أكبر من البيئة المحلية الواحدة لأنها تحتوي على عدة بيئات محلية، عدة بيئات أو مناطق محلية. لاحظ تعريف المدينة عزيزي التلميذ، هي مجموعة من عدة بيئات محلية، يعني شنو؟ مناطق مختلفة. احنا من ذكرنا البيئة المحلية قلنا منطقتك يعني منطقة واحدة، هنا المدينة هي من عدة بيئات محلية، مناطق مختلفة تختلف في وظيفتها، يعني لكل محلة لها وظيفة، لكل محلة لها وظيفة، أحيانا تختلف في وظيفتها، أحيانا تختلف في نشاطاتها الاقتصادية. ماذا نقصد تختلف في وظيفتها؟ أي طبيعة الأعمال التي يقوم بها السكان، طبيعة الأعمال التي يقوم بها سكان هذه المدينة، ما أقول المحلة، المدينة بصورة عامة، المدينة. فمنها مدن، مدن هنالك مدن ذات طابع سكني وصناعي وتجاري مثل بغداد، البصرة، نينوى، هذه مدن أو مراكز مدن تكون طابعها تجاري وصناعي، أي تكثر فيها تجارة، النشاطات الاقتصادية وأيضاً الصناعة. ومنها ذات طابع سياحي ديني، لاحظ عزيزي التلميذ سياحي ديني، أي يقدم إليها السواح من جميع البلدان والدول، وتكون منطقة دينية، سياحي ديني، مثل أي مناطق؟ النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وسامراء، وسامراء. ومنها سياحي ترفيهي وسياحي تاريخي، سياحي ترفيهي مثل المناطق الشمالية، والسياحي التاريخي أو الأثري مثل المناطق الأثرية الموجودة في بغداد وأيضا في الذيقار، محافظة الذيقار، وأيضا موجودة في بابل وأيضا موجودة في موصل الحضار، هذه تسمى مناطق أثرية، وفي سامراء أيضا مناطق أو مدن أثرية. إذن المدن تختلف، ممكن أن أنا يجي فراغ من المدن اللي بها يكثر فيها النشاط الصناعي والتجاري فراغ وفراغ، مدن أو محافظات سياحية دينية فراغ وفراغ، مدن أثرية وسياحية فراغ وفراغ. نعم. فهذه كليتها ست شيماء يضع الطالب بأجوبة بالفراغات اللي ممكن أنه ناخذها إحنا من هذه البارغراف أو يعني المقطوعة التعليمية. نعم. هناك أيضا وجود اختبار سوف يضع تحت كل درس نقدمه عبر البث المباشر عزيزي التلميذ، هذا الرابط تقدر تدخل عليه، وهناك اختبار بسيط حول المعلومات اللي أخذتها من خلال هذا الدرس، واختبار بسيط لك حول معرفتك مدى فهمك لهذا الدرس، فهو هذا الاختبار لطيف الصغير تقدر تدخل عليه وسهل، هذا الاختبار لطيف جدا بسيط وسهل، نعم. سهل ومجرد خيارات، من تفتح الرابط أكو خيارات سؤال وأنت تضع الخيار، واللطيفة والأجمل بعد أنه أنت مباشرة بعد ما ترسل يتم عملية الإرسال تظهر لك النتيجة مالتك، يعني أنت شقد أخذت من؟ من عشرة، من عشرة، شقد أخذت أنت؟ خمس أسئلة من عشرة هي. بالضبط هي خمسة، وكل سؤال عليه درجتين، وبعدين أنت، وهذه ممكن حتى المدرس إذا دا يشاهدون المعلمين مادة الاجتماعيات، نعم. ممكن أنه يحذون حدو التلفزيون التربوي بالحملة اللي هي التلفزيون التربوي مدرستي، أنه إحنا نسوي اختبارات إلكترونية للطالب ونستشف من عنده أو نقيس من خلاله مدى فهم الطالب للمادة، عملية جدا لطيفة وسهلة وسريعة بنفس الوقت، وممكن أنه الطالب مباشرة يأخذ مالته الدرجة ويعرف هو شقد أخذ درجة. طبعا هي ما مطلوبة من عندكم، بس هي شد لكم وتكتر أنت من خلالها تعرف أنت وين وصلت بالمادة وشلون وصلت لك المادة وشلون، نعم. أنت طبقتها، نعم. عزانا التلاميذ، هذا ما اسع لنا وقت درسنا لهذا اليوم، نتمنى قد تكونوا قد استفدتم من درسنا، شكرا لكم، نلتقيكم في دروس أخرى.